قصة عجيبة. يقول علي طمطاوي رحمه الله: كنت قاضيا في الشام، وحدث إن كنا مجموعة نمضي المساء عند أحد الأصدقاء، فشعرت بضيق النفس واختناق شديد، فاستأذنت أصدقائي للرحيل، فأصروا أن أتم سهر معهم ولكني لم أستطع، وقلت لهم أريد أن أتمشى لأستنشق هواء نقيا. خرجت منهم مشيا وحدي في الظلام، وبينما أنا كذلك إذ سمعت نحيبا وابتهال أهاد من خلف التلة. نظرت فوجدت امرأة يبدو عليها مظاهر البوس، كانت تبكي بحرقة وتدعو الله. اقتربت منها وقلت لها: ما الذي يبكيك يا أختي؟ فقالت: إن زوجي رجل قاسي وظالم، طردني من البيت وأخذ أبنائي، وأقسم أن لا أراهم يوما، وأنا ليس لأحد ولا مكان أذهب له. فقلت لها: ولماذا لم ترفعي أمرك للقاضي؟ بكت كثيرا وقالت: كيف لامرأة مثلي أن تصل للقاضي؟ ثم يكمل الشيخ وهو يبكي يقول: المرأة تبكي وهي لا تعلم أن الله قد أرسل القاضي، يقصد نفسه، من رقبته ليحضره إليها. سبحان من أمره بخروج في ظلمة الليل ليقف أمامها بقدميه ويسألها هو بنفسه عن حاجتها. أي دعاء دعت تلك المرأة المسكينة ليستجب لها بهذه الصورة وبهذه الطريقة. فيا من تشعر بالبؤس وتظن أن الدنيا قد أظلمت، فقط ارفع يدك للسماء ولا تقل كيف ستحل، بل تدرع لمن يسمع ذبيب النملة. أفنذيق بعد هذا؟ كونوا على يقين أن هناك شيئا ينتظركم بعد الصبر. إن الله لا يبتلك بشيء إلا وهو خير لك، حتى وإن ظننت العكس. يا رب، من فتح رسالتي وقرأها افتح عليه رزقا من السماء والأرض، ومن نشرها بين العباد فلا تحرمه جنتك بغير حساب ولا سابقة العذاب. وإلى هنا قد نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسى الاشتراك وزر التنبيهات ولايك إن أعجبك الفيديو، والسلام عليكم.